قرآن حکیم کے لیے دعوت دیتا ہوں بڑے ہی مشفق اور مہربان قاری القرآن قاری عدنان شفیق حافظہ اللہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن حکیم کے ذریعے ہمارے دلوں کو گرمائیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وإذ عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن
واصبر وما صبرك إلا واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا
واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
والحب ذو العصف والريحان فيها فاكهة فبأي آلاء ربكما تكذبان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. ما شاء الله لي يتي